ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحسرت لتجبر الأعداء؟ وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا. إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك. عشان إلهي أقوى هينجيني. أنا